جاء إلينا كتاب من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بتعديل اسم مدرسة دار السلام الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الشهيد حسام جورة. خطبتنا الإدارة التعليمية بتغيير اسم الشهيد، فطبعا وضعت لوحات ولافتات كما ترى تحمل اسم مدرسة الشهيد حسام جورة الإعدادية. فوجئنا طبعا منذ يومين بتحطيم إحدى اللافتات. شهيد الوطن يموت يجي مقطع حتت، وحط اسم الرئيس جيش، قال لنا تاخذوا فلوس تعود اي شيء. الحمد لله ابوه حالته ماديه مرتاحه، 160 فدان ابوه، قال لنا انا عاوز اسم الشهيد حط لاي مصلحه حكوميه. اتحط على مصلحه حكوميه، تيجي بالليل الساعه 2 اي لفطه بتداس عليها بالجزم، عدو مجلس الشعب ثقتنا فيه للصلح ويخلص مشاكل المركز، يجي يعلن حرب. انا مش عارف ليه عضو مجلس الشعب بيمثل الشعب يعترض على تكريم شهيد دوله مكرماه؟ هل هو عضو مجلس الشعب ده بيدير الدولة؟ أنا دلوقتي هختصر الموضوع على قد ما أقدر. بالنسبة لموضوع يوم ما صدر القرار بتعليق اليوفط، مش عائلة الشهيد بس اللي قامت بتعليق اليوفط تمام والاحتفال، بل المركز كله بالأكمل تمام. نفس اللي حصل في تشييع الواجب، تشييع الواجب يوم ما جاء مستشهد كان كل المركز بالأكمل في تشييع الواجب، ويوم تعليق اليوفط كان كل المركز بالأكمل علق معانا اليوفط وعلقه بفرحة عارمة وبزمار وبطبل وبتاع والكلام من ده، حسس أبوه وحسس أمه والأهل وبتاع إنه خلاص دلوقتي كرمته الدولة والحمد لله إحنا مسامحينه بحقه بالنسبة لتكريم الدولة، حقنا خدنا بالنسبة اليافطة بتاعته تمام. أصبح دلوقتي لا تفاجأ باليافطة تتكسر وتدعك وبتاع، المركز كله حاليا غاضب على الموضوع ده ومش راضي الأمور دي. المفروض تكريم شهيد يكون أكبر من كده. إيه اسم مدرسة يعني اللي إحنا بنتكلم عنه؟ المدرسة دي حاجة في بلد، إحنا عايزين تكريم شهيد يشوف العالم كله إزاي الشهيد في مصر بيتكرم، عشان ما يجيش بعد كده ابنك ولا ابنه ولا أخويا يخش الجيش، لا ده جاني ميت يبقى ما ينفعش يروح. أنا كان كل سعي من بداية استشهاد حسام، كان كل سعي انه تطلق حاجه باسمه على المدرسه دي، كان كل طلباتي من الدوله. فمشكورا السيد رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع وطلعوا قرار باطلاق اسم الشهيد على مدرسه دار السلام الاعداديه. وكلمني رئيس المدينه اول ما جاء القرار، وانا بقالي شهرين ما فيش مؤسسه في الدوله انا ما رحتلهاش بسبب المدرسه. فدارت مخاطبات بينهم وبين بعض بين المحافظ ورئيس المدينه، ورئيس المدينه هو اللي اختار المدرسه دار السلام الاعداديه. احنا ما اخترناش حاجه، هو اللي اختارها لان هي الوحيده اللي فاضيه في البلد. يعني الدوله تكرمه وعضو مجلس الشعب يلغي القرار؟ ده انا ما شفتوش، وليه وعشان ايه ده مش عارف. يعني عشان ايه وعشان خاطر مين وليه ده انا مش عارفه صراحه يعني. ومع ذلك في مدرسه اسمها عبد الحميد رضوان دي في ملك ابويا، تكليف ابويا 28 فدان. مبنيه في تكليف ابويا. ومتبرعين بيها احنا، ومع ذلك مطلق عليها اسم عبد الحميد رضوان. استشهد على الحدود عشان طارق بيه يقعد تحت التكييف ويبقى عضو مجلس الشعب. تقول له طبيعي اللي عمله لك حسام عشان ما تسماش المدرسه باسمه. طب انت في حاجه بينك وبين حسام؟ طبيعي اللي عمله ده، احنا يعني اهل مع بعضينا، يعني العيال البلد كلها اهل مع بعضيها، ما فيش يعني حاجه عشان انه هو اللي ما يتسماش المدرسه باسمه.